Yeah. مسي عمر. رمضان. رمضان يا انسان ادعين الله يغفر لك الذنوب اللي غارق في المعاصي، حان الوقت باش تتوب. احسن شهر مشهور العام كلشي كيتسناه، كلشي مدينو قريب وكلشي قريب من الله. شحال من واحد كان طاغي ودابا غارق في الايمان، توبه فتح البيبان خايف تاح القران. رمضان فيه الاجواء بزاف مختلفه، القلوب من ذنوب كتصفى والشيطان منهم كيتسنفى. جوامع كامله بلا المسلمين مجموعه متصفه، اللي غافل مضطل عندك اجار في كل خلفيه، اللي صايم راه تحقق قلبك فبلاش ديك العصب. فلا صيام لك ولا في الدين كتسب، فلا صيام لك يا اللي كتزني وتكذب. حاول تبدل حياتك من الخايب مزيان التقلب، يا اللي كدوز نهارك ناعس راك غير كتلعب. سحور فطور لا ماكله لا شرم الفزتان المغرب. جمع دايما مفتوحه لتلجأ من صلاه الجماعه، صلي وادعي وبيبان اسما مفتوحه في اي ساعه. في رمضان شهر الغفران وشهر التوبه والطاعه، شهر الايمان والتقوى وشهر القناعه. في ليله القدر وهذا احسن نهار في الحياة، حيت تنزل فيه القرآن ونزلوا فيه أول آية. خليك قريب من الله وجمع الحسانات، نعل عليك الشيطان وبعد من المعصية. رمضان هو طريق نتجنى كورصة، من اللي مبلي بقرة ولا دروقة ولا بورصة. حاول تقطع حيت ربي عطيك فرصة، أمة الإسلام متوحدة وهذا الشهر وهذا عرصة. صلح أغلاطك والتسامح مع اللي كان عدوك، فبجوج بيكون مسلمين يعني في الإسلام هو أخوك، واللي كانوا كيكرهوك خليهم يشكروك. كان معاكم إم سي عمر ورمضان مبروك.